الرياضة من أونلاين. يستضيف في فريق الأهلي بطل مصر نظيره الترجي بطل تونس في مواجهة من العيار الثقيل أشبه بالنهائي المبكر في ذهاب الدوري ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا. تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 7 مساء، ويعول الأهلي كثيرا على مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الترجي التونسي حتى يسهل من مهمته في لقاء الإياب الذي يقام بتونس يوم 23 من سبتمبر الجاري. ووصل الأهلي إلى هذه المرحلة باحتلاله وصافة المجموعة الرابعة خلف الوداد المغربي، بينما تأهل الترجي لدور الثمانية بتصدر المجموعة الثالثة. جدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيديرها تحكيميا السنغالي مالانج ديدي هيو. أعرب حسام البدري المدير الفني للأهلي عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تحقيق الفوز على ضيف فريق الترجي التونسي في اللقاء المرتقب الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم. أضاف البدري أن هذه المباراة مهمة وصعبة، خاصة أنها أمام فريق كبير، مشيرا إلى أن هذه المواجهة المتكررة تتسم دائما بالقوة، لا سيما أن كلا الفريقين يمثلان كتابا مفتوحا لبعضهما. أكد المدير الفني للأهلي على أن حسم التأهل إلى المربع الذهبي لن يكون في لقاء اليوم ببرج العرب، إنما في لقاء العودة بملعب رادس في تونس، مشددا على أن الأهلي ينتظر دعم 20,000 متفرج من جماهيره الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى تونس. من جانبه أكد فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي أنه لن يلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي، مشددا على أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب. أضاف المدير الفني لبطل تونس أنه سيعتمد على ثنائي وسط الميدان الكاميروني فرانكوم والإيفواري فوسيني كوليبالي للحد من خطورة هجوم الأهلي. أشار البنزرتي لأنه سيلعب أمام الأهلي بخطة متوازنة في البناء الهجومي والتغطية الدفاعية. واختتم البنزرتي حديثه بالتأكيد على قيمة الأهلي وخبراته الكبيرة، لكنه عاد وشدد على أن أسلوبه لن يتغير مهما كان حجم المنافس. كشفت مديرية أمن الإسكندرية عن الممنوعات التي لن يتم السماح بدخولها اليوم في مباراة الأهلي والترجي المقرر إقامتها في 7 مساء بملعب برج العرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي من المنتظر أن يحضرها 20,000 متفرج. شملت الممنوعات كل الأدوات المعدنية والحادة والزجاجات المعدنية وعصا الأعلام والألعاب النارية، إضافة إلى منع دخول زجاجات العطور. كما أعلنت مديرية أمن الإسكندرية فتح أبواب دخول الجماهير بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 5 مساء، أي قبل موعد المباراة بساعتين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا الناقد الرياضي خالد طلعت. أستاذ خالد أهلا بحضرتك معنا، ما هو تحليلك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في البطولة الإفريقية اليوم؟ أهلا وسهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. أود أن أتعرف على رؤيتك التحليلية للمباراة المرتقبة إن شاء الله النهاردة بين الأهلي والترجي. طبعا هي مباراة صعبة ومباراة مهمة جدا، ويمكن بيطلق عليها نهائي مبكر. يعني الفريقين الأهلي والترجي من أقوى الفرق الموجودة في البطولة ومرشحين بقوة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. يمكن كان في توقعات لو كانت القرعة ما وقعتهمش في نفس الطريق كان ممكن الأهلي والترجي يوصلوا المباراة النهائية مع بعض، لكن للأسف يمكن القرعة أوقعتهم في دور الثمانية، وتحديدا لأن الأهلي طبعا احتل المركز الثاني في مجموعته فالتقى مع الترجي متصدر مجموعته، وبالتالي أصبحت الأمور صعبة بالنسبة للنادي الأهلي. يمكن المباراة هتكون قوية جدا ومرتقبة. يمكن شفنا مستوى فريق الترجي مؤخرا في البطولة العربية اللي أقيمت في مصر كان ماشي بشكل كويس جدا، فريق مميز بيضم يمكن 7 لعيبة دوليين في منتخب تونس، فبالتالي أعتقد هتكون مهمة النادي الأهلي صعبة جدا. ويمكن الترجي فاز بالبطولة العربية مع مدرب كمان قوي جدا، مدرب فوزي البنزرتي من افضل المدربين المتواجدين حاليا في القاره السمراء، فاعتقد المباراه هتكون قويه جدا وهتشهد نديه ما بين الفريقين. طيب كون المواجهه اتكررت بين الفريقين اكثر من مره، وزي ما وصفها حسام البدري بان هي بتكون مواجهه قويه جدا، ولكن يبدو الامر وكان الفريقين كتاب مفتوح امام بعضهما البعض، هل هذا صحيح ولا هذا يسهل ام يصعب من المهمه؟ لا اعتقد فعلا ده صحيح، يعني الفريقين عارفين بعض كويس جدا، والمفروض انه هيسهل مهمه المدرب اللي يدرس الفريق الثاني اكتر، لكن انا شايف ان فوزي البنزرتي ممكن يكون دارس فريق الاهلي اكتر، لان فوزي البنزرتي مدرب يمكن عنده خبره كبيره جدا، مدرب مخضرم عارف كل الانديه
المصريه وعارف كل اللعيبه المصريين، يمكن بعكس كابتن حسام البدري ممكن يكون مش متابع بشكل كبير لفريق الترجي التونسي. فاعتقد ده يمكن يعني في حته الخبره للمدير الفني ممكن تكون كفه فوزي بنزرتي ارجح بشكل كبير. يمكن النهارده حتى فوزي بنزرتي المفروض ان في يعني النيران الرئيسي لفريق الترجي بيقام في ملعب برج العرب، لكن هو رفض عشان ما يتمرنش قدام اعين بعض الصحفيين طبعا اللي ممكن ينقلوا الصوره للجهاز الفني للنادي الاهلي، وفضل ان الفريق يتمرن تمرينه خفيفه كده في الفندق اللي هو نازل فيه. فاعتقد ده بيؤكد ان هو فارض حصار كبير جدا على فريق الترجي عشان ما تطلعش اي معلومات عنه للجهاز الفني للنادي الاهلي. طب ما هي الاوراق الرابحه التي يعتمد عليها حسام البدري ويلعب بها لتحقيق فوز مريح على الترجي ليلا ان شاء الله؟ اعتقد طبعا كابتن حسام البدري هيعتمد على وليد ازارو المهاجم المغربي في خط الهجوم كراس حربه، عنده كمان عبد الله السعيد لاعب وسط مهاجم مميز جدا وعنده خبرات كبيره في الماتشات الصعبه اللي زي دي. اعتقد ان ممكن يكون احمد الشيخ هو الورقه الرابحه لكابتن حسام البدري في ماتش بكره، بنسبه كبيره ممكن يدفع بقى احمد الشيخ كعنصر اساسي طبعا في ظل اصابه وليد سليمان وبرده عوده مؤمن زكريا مؤخرا من الاصابه. اعتقد هي دي الاوراق المتاحه لكابتن حسام البدري بالاضافه لجونيور اجاي طبعا، واعتقد في يعني ممكن يدفع بصالح جمعه كبديل في الشوط الثاني. صالح جمعه كبديل بيجيده بيكون له دور كبير جدا. الناحيه الثانيه طبعا في الترجي التونسي يمكن كابتن فوزي البنزرتي عنده اوراق كثيره جدا مميزه، خاصه يمكن ثنائي خط الهجوم فخر الدين بن يوسف وطه ياسين الخنيسي، دول يعتبروا افضل اثنين مهاجمين متواجدين في تونس من اللعيبه المحليين في الوقت الحالي، اثنين لعيبه مميزين جدا، عنده كمان خبرات في خط الدفاع زي خليل شمام زي شمس الدين الزوادي، عنده حارس مرمى مميز جدا معز بن شريفيه. فهي مباراه بقول لك يعني هتشهد كوكبه من النجوم من الفريقين، كوكبه من اللاعبين الدوليين كتير جدا سواء في منتخب مصر او منتخب تونس، ومباراه هتكون يعني حافله بالاثاره والنديه. يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته اليوم. بشكر حضرتك الناقد الرياضي الاستاذ خالد طلعت. وصل فريق الاسيوطي انطلاقته المميزه في الدوري الممتاز بالفوز على مضيفه الرجاء بهدفين دون رد في ثاني اسابيع المسابقه. تقدم الاسيوطي الذي انتزع نقطه ثمينه في الاسبوع الاول من وصيف الموسم الماضي المقاصه، حيث تقدم مبكرا عن طريق محمد عنتر، وقبل خمس دقائق من النهايه اضاف عمر بسام هدف الاسيوطي الثاني ليرتفع رصيد الفريق الذي يقوده فنيا على علي ماهر للنقطه الرابعه، بينما تلقى الرجاء الهزيمه الثانيه له على التوالي بعد الخساره امام المقاولون العرب بثلاثية في الجولة الأولى. وعقب المباراة أكد علي ماهر المدير الفني للأسيوطي على أهمية الفوز الذي حققه فريقه الذي يضم مجموعة من العناصر الشابة على حساب الرجاء بعقر دار الأخير، مضيفا أنه يستخدم مع لاعبيه أكثر من طريقة خلال المباريات من أجل الوصول لأفضل شكل ممكن. الحمد لله ربنا كان كريم جدا معانا وقدرنا نعمل ماتش محترم النهارده، وزي ما بقول يعني ممرن اللعيبه على كذا طريقه، في ماتش المقاصه كان في طريقه ودلوقتي في طريقه، لعبنا النهارده ماتش بطريقه ثانيه خالص. الشوط الاولاني كنت بضغط من اول الماتش عايز اجيب جون، وربنا الحمد لله كرمنا والحمد لله وفعلا ده اللي حصل. كان ماتش النهارده ثلاثه بونت مهمين جدا جدا جدا، انك انت بره ارضك وبتكسب مد للفرقه جراءه، انك انت الفرقه دي ميزه مهمه جدا، الفرقه تبقى جريئه جدا وبتعرف بتكسب بره ارضها، دي ميزه مهمه جدا انك انت بتجرأ اللعيبه مع ان انت معاك لعيبه صغيره كل مواليد 96 و93 ومعارضه معانا خبرات في الملعب، لكن كون ان انت توصل تشيل الخوف من اللعيبه وتكسب فرقه لسه خسرانه الماتش اللي فات من المقاولين وتيجي تكسبهم هنا في ارضهم، فده يعني كرم كبير قوي من ربنا. يلتقي في الثالثة عصر اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق النصر بضيف الاتحاد السكندري في إطار منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز. يسعى الاتحاد السكندري لتعويض خسارة ثقيلة أمام الإسماعيلي بملعب الإسكندرية بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الأولى، بينما يطمح النصر الصاعد حديثا لدوري الأضواء بقيادة مدرب سيد عيد في استمرار المردود الطيب الذي قدمه فريقه أمام طنطا بعدما خطف منه نقطة ثمينة في بداية المشوار. تقام اليوم مواجهة قوية بين فريق وادي دجلة بقيادة مدير الفني أحمد حسام ميدو وضيفه إنبي بقيادة طارق العشري ضمن لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز. يهدف إنبي إلى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم عقب التعادل في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف لكل منهما، بينما يسعى دجلة الذي يقود من على المقاعد الفنية في هذا اللقاء محمد عبد الواحد المدرب العام لتصحيح مساري بعد تعرضي للخسارة في افتتاحية مشواره بالدوري أمام المصري بهدف نظيف. جدير بذكر أن المباراة ستقام في الخامسة مساء على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.
كشفت مصادر مقربة من نجم الزمالك الأسبق حازم إمام عن تعرضه لضغوط كبيرة في الوقت الحالي لخوض انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة على منصب الرئيس بعد اتخاذ قرار من قبل بعدم الترشح فيها. أبدى حازم إمام سعادته بالحملة الشعبية والجماهيرية لترشيحه في الانتخابات، لكنه أكد عدم وجود جديد لكي يغير رأيه في عدم خوضها، إلا أن مصادر أكدت أنه تعرض خلال الأيام الماضية لضغوط كبيرة لخوض الانتخابات المقبلة. وأكدت تلك المصادر أن حازم لم يحسم قراره نهائيا، حيث أنه ما زال يفكر في خوض هذه المعركة التي سيكون وجها لوجه فيها مع مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي. كان أحمد سليمان أعلن من قبل خوضه الانتخابات على منصب الرئيس، ومن المقرر أن تجرى انتخابات القلعة البيضاء شهر نوفمبر المقبل.